السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقيكم هذا الفيديو في احسن احوال يا ربي. اليوم غادي نقدم لكم لي كريب حلوين ساهلين ومقادير بسيطه. غادي نبداو على بركه الله في استعراض المقادير. كنحتاجو 250 غرام ديال الدقيق، 450 مليلتر ديال الحليب، 3 ديال البيضات، 60 غرام ديال السكر، شاصيه واحده ديال السكر فاني، قبيصه ديال الملحه، 20 غرام ديال الزبده ذايبه. خليكم مع طريقه التحضير. كناخذ الاناء نضيف هاد السكر وكنزيد عليه البيضات وغادي نخلط هادشي مزيان. وغادي نزيد عليه الزبده ونزيد عليه الحليب ندير شويه بشويه وانا كنخلط. حتى كي يتخلط ليا الدقيق مزيان ما يبقاش كويرات فهو كيجي شويه جاري على البغرير. نخلط مزيان حتى ما كيبقاوش هاد الكويرات ديال الدقيق كما كتشوفوا معايا كيبانوا هكذا. غادي تخلط لينا هادشي مزيان عاد كنحبس. الكريب ديالنا بعد ما طربته مزيان، هي طربته بالطراب الكهربائي باش يختفي لينا ديك الكويرات ديال الدقيق مزيان. ودابا غادي نخلي واحد 10 دقائق عاد غادي نطيبو، فخليكم مع الفيديو. ودابا غادي نبدا نطيب الكريب ديالي. انا هيا حطيت المقله فوق البوطه وشعلت عليها باش تسخن وغادي نبدا على بركه الله باش نطيبه. نخليها حتى كطيب. الكريب كما كتعرفوا طيب كيطيبو ما كياخذوش الوقت بزاف. دابا كما كتشوفوا راه تحمروا من الجناب غادي نقلبها. كنستعمل غير معلقه صغيره وغادي نقلب غير بيدي. هانتوما كما كتشوفوا تحمرات. دابا راني حيدتها غادي نعاود معكم وحده اخرى. كنستمر بهاد الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. فخليكم مع الفيديو باش تشوفوا الحشوه اللي غادي نعمرهم بها. فخليكم مع الفيديو حتى الاخر. وانتم كما كتشوفوا بعد ما كملت لي كريب ديالي طيبتهم كاملين، ها هما كما كتشوفوا ها كيفاش كيجيو. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو خفافين، ها كما كما كتشوفوا معايا. وغادي نعمرهم. عندي هنايا البنان وعندي هنايا الفخيز والشكلاط
وغادي نبداو على بركة الله باش نعمروه. بسم الله. كناخد وحيدة، كناخد واحد شوية ديال الشوكولات، وكنبدأ ندهن غير النص، كندهن ما كندهنهاش كاملة غير النص، نوزع عليها هاد الشوكولات كما كتشوفوا. نزيد واحد شوية، وغادي ناخد واحد شوية ديال الموز، وغادي نطوي بهاد الشكل كما كتشوفوا. هانتوما كما كتشوفوا معايا غادي نطوي فحال هكذا، هانتوما كما كتشوفوا معايا، وغادي نعاود معاكم وحده اخرى. نزيد واحد شويه ديال الشوكولات، غادي ندير الفخيز، كيمكن ليكم ديرو تعمروهم باللوز الفيلي حتى هو كيجي زوين. انا هاد المرة درت غير الموز والفخيز، وغادي نلوي بنفس الطريقة كما كتشوفوا معايا. هانتوما ها كنستمر بهذه الطريقة حتى كنكمل الكمية اللي عندي، فخليكم مع الفيديو حتى الآخر باش تشوفوا الشكل النهائي ديالهم في الآخر كيفاش غيجي. فكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكريب ديالي بعد ما عمرتهم وساليتهم كاملين، قدمتهم على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا، وزينتهم من الفوق بصوص شوكولا. وكنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، فما تبخلوش عليا كيف العادة لي لايك والتعليق زوينة. فإلا كنتي أول مرة كتشاهدي القناة ديالي فما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك وزر الجرس باش يوصل كل جديد فيديوهاتي، وإلى اللقاء في فيديو القادم إن شاء الله.